اخر سؤال، شفتك تفاعلت مع اللي صار مع لامين نهدي في مهرجان قرطاج الدولي. وي مش مع لامين تفاعلت براو. لا شكر انا 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 هذية اللي شوكاني في الحكاية، انا ساعة ما شفتهاش البيس. ولمين عبد نقدر ونحترمه، دالي ولده صاحبي ومعته خدمنا مع بعضنا قبل وكل شيء، معته زميلي واحد وكل معته. منيش نحكي لا على البيس باهية ولا خايبة، خاطر العبيد بداوا يبعثوا لي في الميساج وكيفاش انت تحكي هكا على خاطر شنو يا اخي، هو فوق فوق النقد وفوق درجه. قلت لهم يا وليد المشكله نتاعي مش غادي، كيفاش نخرجوا من 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 من, من مسرحيه ما عجبتناش وندوروا ونعدموا الراجل ونقولوا له قعد في الدار، مي سي با بوسيبل، سي دو لاجيزم. تعرف لاجيزم هذا، سي دو لاجيزم هذا معناتها بتاع انت عمرك هكا عليه، كان جا عمره 50 سنه ولا 45 سنه يقولوا له كلام كيما هكا، حتى واحد ما راهو ما قال هالكلمه هذيك يقول له اقعد في الدار يزيك بابورك زفر. هذه العقليه نتاع بابورك زفر في تونس ما نجمهاش. شنو معناتها بابورك زفر؟ شنو معناتها؟ معناتها تاريخ تجي اي عبد تعمل له ليميت دو بيرومبسيون تخش عليها غرته، معناتها فوت انت ذاك بابا. هذايا اللي شوكاني، اللي شوكاني العباد لا فاسيليتي نتاع مش واحد مش زوز مش ثلاثه مش اربعه مش خمسه، كلمه اقعد في الدار يزي كاريرك وفيت، علق الصبات. ما هذا معناتها مش من حقهم يقولوا هذا. انا معناتها انا ما نتصورش معناتها مهما تكون عبد راه وشخصيته قويه وكل شيء، يتفرج في روبوتاج كيما هكا احباط كبير ياسر. معناتها انا قلت هذا، قلت سي تناجيز كي بوس ان ترونتونير او سويسيد. معناتها عبد عمره 30 سنه طايش روحه من هون من 5 ايتاج. دوك غشك على الجمهور اللي غشي على غشي على الميشونستي، غشي على الكلام اللي نحن راضعينه في الحليب ومتربين عليه، نتاع بابورك زفر ومتاع كبرت اش تعمل هذايا، وهذا كدرش بيه وهذيك بوتوكسي وهذاك درشون وكل شيء، وقطعوا في ريشوا في بعضنا على حكايه فارغه، ونجي ونعدموا بعضنا. احنا عندنا مرة الاعدام ما تعبت كي ما يعجبكش كمخرج ولا كواحد وكل شيء، ثم عبيد ولا قصة اكارتي، فهمت؟ هذاك انا الحاجه اللي جنتني وقت اللي شفت الروبورتاج. وشو معناتها هذا صحفي تقول له اعطيني نوت من 0 ل 10؟ شكونك انت باش تعطيني؟ ما هذا يا اخي في امتحان نحن.